السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين مشاهدي قناة الأيام الفضائية، أهلا وسهلا بكم بالتغطيات المستمرة والمباشرة لعملية طوفان الأقصى. 9 أيام من الصمود المستمر بوجه الاحتلال الصهيوني، بوجه العنف الصهيوني والإرهاب الصهيوني اللي مستمر هذه الأيام وبقساوة جدا، لا مراعاة لحقوق الإنسان، لا مراعاة لصرخات الأطفال، لا مراعاة لحرم النساء وللشيبة وللرجال. ما زال للأسف المجتمع الدولي ينظر بعين واحدة بهذه القضية المصيرية والمركزية للأمة الإسلامية والعربية. ما زالت 9 أيام والمواقف العربية مواقف مخجلة جدا، من الخليج إلى المحيط، إلا ما ندر في بعض المواقف من الأنظمة العربية، وحتى الموقف الإسلامي للأسف لم يكن بهذا المستوى، إلا بعض المواقف إذا نقدر نقول الجمهورية الإسلامية في إيران. وأيضا للأسف ابتعدنا بالمواقف وذهبنا حتى كان موقف روسيا موقف إيجابي أكثر من موقف الأنظمة العربية اللي تتكلم عن القضية الفلسطينية صار لها عشرات السنوات. بآخر 24 ساعة أكثر من 300 شهيد فلسطيني في قطاع غزة، والصمت ما زال مستمر. وزير دفاع الكيان الصهيوني يصف أهالي غزة بالحيوانات البشرية، والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي أخرس. طبعا أحبة المشاهدين، اليوم راح نناقش كل مستجدات عملية طوفان الأقصى، إن كانت المستجدات على الأرض، إن كانت اليوم المواقف الدولية، إن كانت اليوم المبادرات. طبعا نرحب بضيوفنا بالبداية في الاستوديو الأستاذ حيدر رشيد المحلل السياسي، أهلا بك أستاذ حيدر. أهلا ظفر، مساء الخير. وأيضا نرحب عبر السكايب الأستاذ إسماعيل مسلماني الناشط السياسي من فلسطين، أهلا وسهلا بك. مساء الخير للجميع. ربي يخليك. أبدأ معاك أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، آخر 24 ساعة أكثر من 300 شهيد في قطاع غزة، وما زالت المواقف من الأنظمة العربية مخجلة، ما زال المجتمع الدولي صامت، أسلحة محرمة دوليا استخدمت في قطاع غزة والجميع أيضا صامت، شنو سر هذا السكوت؟ هل الكيان الصهيوني يمتلك هذه القوة الدبلوماسية بإسكات وإخراس أغلب المجتمع الدولي؟ نعم ظفر، مساء الخير مرة أخرى، تحية لك وإلى الضيف الكريم وشاهديكم الكرام أجمل التحايا. أهلا وسهلا. يعني سؤال محوري، أنه شنو السر وراء التوغل بالعدوان وهي العمليات الانتقامية ضد المجتمع الأعزل الفلسطيني من قبل الكيان المؤقت؟ سابقا كنا نقول من أمن العقاب ساء الأدب، الآن من أمن العقاب أوغل في الانتقام من الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد. حقيقة ردود أفعال الحكومات، يعني الرأي الرسمي للحكومات العربية يكاد يكون ضعيف جدا. نعم. بعكس الرأي الحكومي الرسمي للدولة العراقية، وأتى منسجم مع الرأي المجتمعي، يعني كان صح. هناك رأيين، رأي للمجتمع العراقي ورأي للحكومة العراقية، هذه الرأيين توحدت في دعم القضية الفلسطينية ومناصرة القضية الفلسطينية. وتذكر حضرتك أن القضية الفلسطينية منذ كنا صغار هي تترعرع معنا وعاش معنا القضية الفلسطينية، يعني هي ليست ببعيدة عن بناء الشخصية العراقية، يعني من الجانب العقدي ومن الجانب الاجتماعي والإنساني. للأسف الشديد هذه المعركة وهذه معركة التحرير فضحت الكثير من الحكومات بغض النظر عن دول المحور ودول المقاومة. نعم. والممانعة أتت منسجمة حكومات ومجتمعات مع نهضة ومناصرة القضية الفلسطينية، وهذه جدلية كبيرة حقيقة. يعني الحكومات الإسلامية والعربية جاثمة على صدور هذه المجتمعات حقيقة وتحكمها بالصوت، إنجاز لنا التعبير. أنا أعتقد لو كانت هناك حرية وبحبوحة من الحرية لهذه المجتمعات لعبرت عن رأيها بشكل أفضل. قبل فترة إذا الوقت يسمح أنا كتبت، يعني بداية الأزمة، يعني السبت بدأت الأزمة، أعتقد الأحد كتبت ماذا لو
كانت هناك دعوة من قبل الدول الإسلامية والدول العربية. الاجتماع طارئ، ويتمخض من هذا الاجتماع غرفة عمليات عسكرية تدير هذه المرحلة وتوجه بإنذار الكيان المؤقت لمدة 4 ساعات أن تقف العدوان، أو يعني بمعنى أنه فد مفردة ملائمة لهذا الموضوع أن تكف عن الاعتداء عن المجتمع الفلسطيني، وإن لم تنصاع على هذا الأمر توجيه ضربة عسكرية تتناسب ومستوى الحدث حقيقة. النقطة الأخرى، ممكن أن يكون هناك عملية طرد للدبلوماسيين والهيئات والعهود والمواثيق والسفراء للدول التي تمت التطبيع مع الدولة المؤقتة، وعملية طردهم. استدعاء ماكو للسفراء، استدعاء هذا الشيء البسيط اليوم. لا يعني. لا، عملية طرد أتحدث، نحن في حالة حرب. أنا أقول لك هو الأنظمة العربية استدعاء للسفراء ما سوت، تستدعي السفير ما سوت. أنا فكيف نفكر بالطرد؟ أتحدث لك فكرة الموضوع. فنطرد هؤلاء باعتبار نحن في حالة حرب. اتخاذ قرار آخر أنه عملية محاصرة هذا الكيان جوا وبحرا وبرا حقيقة، ومن ثم اتخاذ قرار جريء آخر أنه تسليح المجتمع الفلسطيني حتى يدافع عن العرض والأرض وأنفسهم حقيقة. ملاحظة ديلت بي هذا الكتاب، قلت بي حقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية أو المجتمع الدولي، عندما نقول المجتمع الدولي ينصرف الذهن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا تستطيع معاقبة جميع هذه الدول العربية والإسلامية لعدة اعتبارات. واحدة من أهم هذه الاعتبارات، لو أخذنا على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تصدر 10 مليون برميل، العراق يصدر 4 مليون برميل، الكويت 3 مليون برميل، ناهيك عن النفط القطري والغاز الإيراني وما إلى ذلك من مصادر الطاقة التي تمتلكها هذه الدول. فأنا أعتقد راح تأثر على الاقتصاد العالمي، وأمريكا ما مستعدة لهذا الموضوع، وراح تكون هناك نقطة ضغط داخل الرأي الداخلي الأمريكي باتجاه الحكومات. هذه نقاط ضغط جدا قوية. هناك من صرح وقال هذا الموضوع صعب. نعم صعب، لكنه غير مستحيل. الصعب ممكن أن يتحقق ظفر. نعم أستاذ حيدر، أنتقل من العراق إلى الأستاذ إسماعيل الناشط السياسي من فلسطين. نرحب بك من جديد أستاذ إسماعيل. أسعد الله أوقاتكم. ربي يخليك. تحية لبيتك ولكافة المشاهدين الكرام. أهلا نعم. وسهلا بك. قبل قليل نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام فيديو تحذيري للقوات الصهيونية ومع فيديو مرفق أنه هذا مصيركم وهذا السيناريو إذا فكرتم بالدخول برا إلى غزة. هل ما زالت القوات الصهيونية وحلفائها تفكر بالدخول البري إلى غزة؟ يعني قتل الحديث بداية منذ 48 ساعة باسم المتحدث الجيش الإسرائيلي، وبالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تاحي هنيجبي، الذين يعني روجوا وينتظروا المستوى السياسي بمعنى الكبينت المصغر بإعطاء الموافقة. وهناك تحذيرات بأن أعداد الجنود الاحتياط يعني تتوافد على غلاف غزة، بالإضافة إلى البعد اللوجستي الموجود وزيارة نتنياهو إلى موقع المستوطنة. كذلك الأمر كل الحلفاء في المنطقة وعلى رأسها أمريكا موجودة بكل القوة العسكرية. نعم. وحتى الجنود كذلك الأمر، هناك فيديوهات تم فتحها. على كل الأحوال هم يدعون بأن المرحلة الأولى انتهت، بمعنى الهدف الأول هو تم مسح المناطق التي سيطرت عليها المقاومة الفلسطينية، علما أن ما زال المقاومون يشتبكون في داخل العمق الإسرائيلي، أي في بعض المناطق الموجودة، مع القصف المستمر المتتالي والمجازر التي يعني أعتقد بأن ما حصل حين حاصرت النازية الألمانية، حين حاصرت لينينغراد، في حين لم يكن بهذا الشكل وبهذا الحجم الدمار. على الأقل الكوارث التي موجودة الآن، لا أعلم موقف الجامعة العربية بعيدا عن المجتمع الدولي المنافق الذي لم ولا للحظة واحدة وقف مع الشعب الفلسطيني، ما هو دور الجامعة العربية؟ مستغرب الأمر، مع أن الفرصة الآن المشهد في الخارطة العالمية يعني تسمح الآن للعرب صحيح. أن تتحرك بحرية، وخاصة
تغيير خارطة المنطقة في روسيا مع أزمتها في أوكرانيا، نعم والتي أعطت الأضواء الموجودة. على كل الأحوال، القسام الذي أظهر الفيديو بالأمس حين بعد تصريحات كما ذكرت رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الأمن مجلس الأمن القومي، تم البت أننا ننتظركم. ومعنى الانتظار، أعتقد أن تسونامي سيحدث. طبعا تحججوا نعم ليلا استاذ الساعة اسماعيل، 12 ليلا، قالوا أن خلي اتوقف وياك. الأمطار بسبب الأمطار والأحوال الجوية لن يستطيع نعم الدخول البري. هذه بالضبط. معادلة ليست من السهل، خاصة بعد إلقاء الخطب موقف الإيراني ولقاء القيادة الفلسطينية صالح العروري وزياد النخالة في نعم بيروت نعم مع اللهيان في بيروت، وبالتالي كل هذه المواقف الآن وضعت الحد، بالإضافة للمناوشات التي شاهدناها صباحا للمرة الخامسة، حزب الله يتم عملية قصف أها. المواقع الموجودة. نعم استاذ اسماعيل، اريد اتوقف ونريد نحلل هذا الخبر. يعني افادت صحيفه نيويورك تايمز من مصادر مطلعه داخل الكيان الصهيوني انه تاجيل الاحتلال الاسرائيلي اجتياحه البري بسبب الظروف الجويه، هل هذه حجه مقنعه او الكيان الصهيوني متخوف من الدخول بريا الى غزه؟ طبعا بطبيعة الحال، أولا ليس كل ما يقال بالإعلام العبري يجب أن يصدق. يعني نعم هذه قضايا مغلقة، نحن في المشهد الفلسطيني كله في حالة حرب، وبالتالي ليس كل ما يقال. يعني ما على سبيل المثال يقال أن هناك خلاف حاد في الكابينت حول العمق في الدخول بريا، ما طبيعة هذا الهدف؟ يعني على هذا مثال. المثال الآخر، يعني تدخل إيران خاصة اليوم، اللهجة ارتفعت بشكل كبير جدا، وموقف إيران يعني يحتذى به، ولا دولة عربية قالت هذا الكلام. قالت إن الأمور توصلت إلى الدخول بريا فإن إيران موقفها سوف تتدخل. هذا يعني موقف إيجابي على الأقل، رفع حالة الضغط والتوتر الموجودة في داخل قطاع غزة. نحن الآن حالة نعم. انتقل مع الاستاذ حيدر رشيد. استاذ حيدر، يعني خلي انه من نهايه كلام الاستاذ اسماعيل اليوم نحلل بعض الموقف، انه مصادر مطلعه ونشرت شبكه الجزيره، هذه المصادر مطلعه انه ايران اوضحت لاسرائيل عبر الامم المتحده، يعني رساله غير مباشره، انه ستتدخل اذا استمرت الحرب على غزه او اذا انتقلت اسرائيل للدخول البري. هل ممكن نشاهد تدخل إيراني عسكري في موضوع اليوم الحرب اللي قاعد تصير في فلسطين؟ نعم، المتتبع للشؤون الإيرانية، إيران تعمل وفق المبدأ الآتي، هو الثبات على المواقف وإبداء مرونة عالية جدا في تحقيق الأهداف. إيران دولة مبدئية وتحترم المبدأ وتحترم الكلمة، عندما تقول تفعل، وكل هذا الكلام ينسحب على فصائل المقاومة. مصداق لهذا الكلام عندما يتحدث سماحة السيد حسن نصر الله بحادثة ما أو وعد ما يتحقق حقيقة. أنا أذكر لك قبل 3 أشهر أو 4 أشهر كانت هناك زيارة إلى دولة لبنان، الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين. نعم، وفقنا للقاء سماحة السيد حسن نصر الله، هاي طبعا من خلال قناتكم، وتحدث عن منازلة كبرى مع الكيان الصهيوني حقيقة. سألنا عن التوقيتات، تدري نعم. التوقيتات سرية، يعني ما تحدث بها، لكن قال اعلموا أن المنازلة الكبرى بعد قليل. هسه هذا القليل مرة يجي شهر، مرة شهرين، مرة صح. 3 أشهر، 4 أشهر، لكن هذا مصداق لحديثنا. لقائكم قبل ايش قد كان؟ قبل 4 أشهر تقريبا. نعم. وفد الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين زار بيروت، وعقد هناك ملتقى ثاني في بيروت كانت هناك، وغطيناها حتى من خلال قناتكم المؤقرة. أنا كنت نعم. ضيف بعد ما رجعت من بيروت، وغطينا هذا الموضوع بقناتكم المؤقرة، كنت أنا الضيف أتحدث عن هذا الموضوع. اللي أريد أقوله حقيقة، هذه فصائل المقاومة والممانعة التي تدعم من قبل الجمهورية الإسلامية هي على نسق واحد، لديها مصداقية عالية عندما تقول تفعل. الرعب الشديد الذي دب في صفوف
الكيان المؤقت رعب لا يمكن أن يوصف حقيقة. الآن نعم. الجيش الصهيوني متخبط باتخاذ القرار. سألت الضيف جنابك الكريم أنه ممكن أن يدخل إلى قطاع غزة، أنا أعتقد هذه حماقة ما بعدها حماقة إذا فكر نعم. في اجتياح قطاع غزة. تعرف حضرتك هذه المعارك، معارك الحرب الشوارع، هاي فصائل المقاومة جيدة أصلاً، لعبت فصائل المقاومة في هذا الموضوع في حرب الشوارع وانتقاء الأهداف وتفجيرها وعملية زرع الألغام. فأنا أعتقد حماقة جداً كبيرة ترتكب إذا ذهب باتجاه هذا القرار واجتياح قطاع غزة. التهديدات والوعد والكلام الذي صدر من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو يعني ما يقول وينفذ حقيقة. بعد فترة راح تشوف مصداق لهذا الكلام. ممكن أن نذكر ثلاث سيناريوهات ممكن أن تحدث خلال هذه الفترة إذا تسمح لي ويسمح الوقت طبعا أستاذ ظفر. السيناريو الأول ممكن أن يكون الآتي، أنه عملية انتقام من قطاع غزة بواسطة الطيران الحربي وعملية هدم وانتقام للمباني السكنية للمجتمع الفلسطيني. بالنتيجة راح تكون هناك عشرات من الرشقات الصاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية وتل أبيب تارة أخرى. هذا سيناريو أول. نعم. سيناريو الثاني ممكن أن يصار إلى عملية التفاوض الأسرى مقابل المسجونين والمحكومين داخل الأراضي الصهيونية. نعم. وتبييض السجون ونزع مكاسب سياسية ومادية ومالية وما إلى ذلك باتجاه المقاومة الإسلامية، وهذه المكاسب قد تكون مذلة باتجاه الصهيوني. نعم. السيناريو الأخطر جدا هو في صلب موضوعنا، هو ممكن أن يتخذ قرار باجتياح غزة بريا، وهذا طبعا أنا أحسها يعني مستبعد وحماقة كبيرة جدا. هنا مكمن الخطر، إذا اتخذ هذا القرار هنا راح تبدي، ممكن حزب الله يتدخل مباشرة، ممكن جبهة الجولان تنفتح على الكيان المغتصب، وممكن عندنا فصائل المقاومة داخل العراق أن تلتحق في هذه الجبهات حقيقة. نعم طبعا ننتقل للأستاذ إسماعيل. أستاذ إسماعيل، يعني أنه اليوم أريد نعرف صورة، صح الإعلام مركز خاصة الإعلام اليوم المقاوم، الإعلام الميال إلى القضية الفلسطينية، ولكن أنت قريب على الحدث. الآن الحالة الإنسانية في غزة، لا ماء لا كهرباء، هل هناك معبر مخرج اليوم مثلا المعبر مع مصر، هل أدخل مساعدات؟ نشاهد أن هناك يعني مثلا في العراق اليوم بدأت عمليات تجميع المساعدات الغذاء وغيرها من هذه الأمور، والفكرة أنه إيصالها إلى مصر، هل أكو فكرة بفتح معبر رفح؟ أولا معبر رفح مغلق بالكامل، وهناك شاهدوا أهل غزة وضع الأطربة ووضع باطون تم إغلاقه بالكامل بقرار إسرائيلي أمريكي بشكل واضح. لا يوجد أي مساعدة لليوم التاسع على التوالي لغاية هذه اللحظة، كل هذا الإعلام مضلل ولا يوجد. الحديث دائما يدور عبر المنصات والفضائيات، يقال بأن سوف يتم فتح 4 ساعات لتمرير بعض الكذا. أهل غزة يقولوا بهذه اللهجة، يعني تم سماعهم بشكل واضح، هم لا يريدون لا مدرعات ولا دبابات ولا رصاص ولا أسلحة من الدول العربية نهائيا ولا جيوش. هم يطلبون الآن التدخل فرق الإنقاذ لإنقاذ الناس من تحت التراب ومن تحت ما تم تدميره. لغاية الآن الناس موجودة تحت الهدم الموجود الذي قام الاحتلال بهدم فوق ساكني، المئات الكثير موجودة، الطعام، الدواء، الغذاء، الوقود إلى آخره. هناك أوضاع يعني لا توصف، هي بشكل كارثي كبير جدا وهائل. نحن نتكلم عن لأكثر من 6000 منزل تم تحطيم. نعم. تحطيم المنازل. استاذ اسماعيل عذرا، ثمن احياء هي كلها بالكامل، وهناك يعني اكثر من تقريبا وصل عدد الشهداء 3700 شهيد، والارقام ترتفع بشكل كبير، اكثر. نعم. من النصف هم من الاطفال وهم من النساء. استاذ اسماعيل عذرا استاذ اسماعيل، حتى الاتصالات مع الاصدقاء اذا تسمعني بعض الاقارب في الضفه
وبين نعم غزة تتقطع من فترة إلى حين هناك، بالإضافة إلى فرنسا أعلنت بث موضوع قناة الأقصى الموجود، حالة يعني يرثى لها في بالضبط ذات أستاذ الوقت، إسماعيل، رائدة سؤالي إنجازات على موضوع، إنسانية على الإطلاق نهائياً. أستاذ إسماعيل سؤالنا اليوم على موضوع إنه هل معبر رفح هو تحت السيادة المصرية أو لا؟ نعم، لا، هو تحت لماذا السيادة أغلق؟ المصرية، لماذا أغلق؟ والمخجل والمؤسف أن يعني بقرار أمريكي وإسرائيلي هو يتم فتحه، وهذا إن دل على شيء يدل بصراحة يعني يقولها الشعب الفلسطيني بأكمله، لا قرار مستقل للجامعة العربية، لا قرار مستقل لأي دولة عربية، لهذا يعني هناك تخاذل كبير جدا يشعر، وهناك استياء عالي المستوى للفلسطينيين وخاصة في غزة، يعني هم مرة أخرى لا يطلبون لا أسلحة ولا يطلبون دبابات، مثل بعكس الدعم الأمريكي الكامل والحلفاء مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، هم يزودون ووفود وزيارات متتالية تأتي، لماذا لا يأتي رؤساء وزراء أو وفود رسمية تأتي إلى غزة لتخفف العبء؟ واضح أن هناك مؤامرة كبيرة تحصل على قطاع غزة، هو التدمير الكامل، تدمير فلسفة المقاومة التي لطالما حاول الشرق الأوسط أن ينهيها عبر تسويات لم تستطع إنهاءها، جاء الوقت من خلال الدعم الأمريكي والحلفاء وكل من معها للقضاء على نعم المقاومة الفلسطينية، لأنها هي آخر منطقة وآخر معقل هي كانت موجودة، هي في غزة، المقاومة الفلسطينية هي التي تعطي هذه الرسالة والكلمة. الآن نحن كنا نقول 7 أكتوبر زلزال، الحقيقة أن طوفان الأقصى هو تسونامي على مستوى العالم، تسونامي على المستوى الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والسياسي، عرت الدول نعم الأوروبية عن ديمقراطية، عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان الذين، كشفت كل الفضائح على المستوى النظام العربي الرسمي أقصد المقصود به، وليس الشعوب، العواصم الشعوب كلها خرجت عن بكرة أبيها، وهذا لاحظنا المغرب والجزائر والعراق واليمن، لا أريد أن أترك أي دولة، كل الشعوب خرجت، حتى في دول أوروبية بدأ صحيح التحرك في نصف نعم قلب أمريكا في البيت الأبيض، خرجوا المتظاهرون فيها، وحين سأل المراسل لنفس الإذاعة التي بثت الرواية المضللة قال لها، لا سي أن أن، قال لها للمذيعة أين الصور التي تبت، أحرجت وسحبت حالها وخرجت، هذا يعني أن الحراك نعم العربي والحراك الأوروبي هذا استفتاء أولا للمقاومة. الآن الدور المطلوب الغير معروف نعم والمبهم لدى الشعوب، يعني ما سبب عدم تحرك الدول العربية، إلى ماذا هم خائفون؟ يعني إذا مقاومة فلسطينية استطاعت أن تغير كل مجرى التاريخ من الجغرافيا إلى التاريخ كله، أحدثت إرباك، ما المخيف لدى الدول العربية للتحرك على الأقل في الجانب الطبي، في الجانب الغذائي، في الجانب الدفاع المدني؟ هناك كوارث موجودة بطابع إنساني موجود، مثل ما حصل في الزلازل سابقا في الكوارث، ما المشكلة في الموضوع؟ ألا هذا يعني حصارا من الدول العربية؟ نعم هذه هو للأسف المعنى مشتركة، الآن مشتركة الحقيقي، هو بهذه حصار الجريمة. من الدول العربية لتحديدا بقطاع غزة وليس من أوروبا، هذا هكذا يفهم في الشارع الفلسطيني. نعم كل التحية والشكر لك الأستاذ إسماعيل مسلماني الناشط السياسي من فلسطين على هذه المعلومات، شكرا جزيلا. طبعا أحبة المشاهدين ننتقل للأستاذ حيدر الرشيد. أستاذ حيدر، من نهاية كلام اليوم الأستاذ إسماعيل من داخل فلسطين، نتكلم بموضوع المؤامرة، فرضا فرضية ولا سامح الله إن شاء الله ما يتحقق هذا الشيء، إنه دخلت بري إسرائيل وبدعم اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وأنهت المقاومة في غزة وهجرت سكان غزة، ما هي نتيجة المؤامرة؟ هل أن غزة ستتحول إلى أرض صهيونية فرضا، أو عندهم غير فكرة موضوع تهجير أهالي غزة وتوطينهم في دول عدة؟ شنو الفكرة من هذا الموضوع إذا كان الحقيقة أكو مؤامرة؟ نعم، قبل أكثر من عام حقيقة كان هناك بروبوغاندا موجهة حول هذا الموضوع، وحضرتك تعرف اللي عاملين بهذا الوسط الإعلامي السياسي الباحثين
كان هناك كلام يتحدث عن توطين المجتمع الفلسطيني بمنطقتين جغرافية منفصلة، واحدة داخل صحراء الأنبار، يمكن تتذكر هذا الموضوع، نعم، وأخرى في صحراء سيناء. هذه قبل عام حقيقة يتحدثون بهذه الطريقة، فالإعلام يلعب دور بهذه المسألة حقيقة حتى يكون هناك مقبولية لدى هذه المجتمعات. الآن عندما طرحت هي ليست بغريبة حقيقة، لكن لك أن تتخيل عدد نفوس قطاع غزة هو 1.3 مليون. هذه الأعداد البشرية الهائلة كيف ستقضي عليها حقيقة؟ يعني الكيان المختصب المؤقت الصهيوني كيف سيبيد هذه الأعداد ولم تتحرك لا الجيوش العربية؟ هسه ناهيك عن المجتمع الدولي، احنا من نقول المجتمع الدولي هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن لف لفها، وهذا موقفها واضح وصريح وحقيقة هذا هم ما يتعبك، يعني نعرف انه الولايات المتحدة المجتمع الدولي هو مناصر ومدافع ومعضد لسياسات الكيان الصهيوني. المشكلة عندنا، المشكلة هنا بالدول العربية والدول الإسلامية. انا من اتحدث هذا الموضوع بمعزل عن دول المحور، دول المحور معروفة وقضيتها مركزية، وفلسطين بل هي تعتبر محور القضايا داخل الجمهورية الإسلامية وداخل العراق، داخل فلسطين، داخل اليمن، لبنان، سوريا، البحرين، هذه الدول المحور ودول الممانعة، فلسطين عايشة بداخلها قضية مركزية. أتحدث عن باقي الدول العربية وهذه الحكومات التي تمتلك أوراق ضغط حقيقية، يعني المملكة العربية السعودية مثل ما تحدثنا تمتلك 10 مليون برميل يوميا. عذرا ممكن استاذ حيدر، نعم، السعودية بال 73 استخدمت هذا الملك فيصل، نعم، استخدم هذا الموضوع وقطع النفط. بعد سنة أو سنتين دخل ابن أخوه في مكتبه الخاص وأطلق عليه رصاصة في رأسه. ممكن اليوم الملوك في السعودية والمسؤولين متخوفين من هذا الأمر؟ ما أعتقد، يعني العلاقات، شوف احنا عندنا مبدأ بالسياسة نقول العلاقات تبنى وفق المصالح المشتركة، نقدر هو هذا نعكسه، هذه المصالح المشتركة ممكن أن نقطعها. يعني احنا عندنا مصلحتنا نصدر هذه البراميل الكميات الهائلة، بالنتيجة الاقتصاد مستقر داخل المجتمعات أجمعها. احنا شلون نأثر بالرأي العام حقيقة؟ شلون نأثر؟ فنستخدم هذه الورقة، ورقة رابحة جدا، ورقة البترول مثل ما ذكرت لك، الأعداد ضخمة جدا. ناهيك عن العلاقات الدبلوماسية اللي ممكن أن تتحرك مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني دول الخليج هذه الدول المجتمعة لديها علاقات ومواثيق، ممكن أن تضغط على صانع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن تقول للنية حقيقية، أنا أقول لك لحد الآن لا توجد نية حقيقية للضغط على مصدر القرار. عندنا ورقة رابحة أخرى، يعني تركيا، نعم، وما لها من يعني من رقعة جغرافية، وتمثل نسبة كبيرة من أهل السنة هناك حقيقة، هم الموقف يكاد يكون ضعيف جدا باتجاه القضية الفلسطينية، وهذا يؤخذ على الجانب التركي حقيقة. ظفر، نعتمد على من اليوم؟ الأطراف الدولية، الأطراف المؤثرة، نعتمد على روسيا والصين فقط؟ يعني القطبية الواضحة خلال هذه الفترة هي يعني معروفة، دول الممانعة ودول المحور بالإضافة إلى روسيا والصين وكوريا، يعني هذه الدول المناهضة للاستعمار، المناهضة للاستكبار العالمي. ممكن هذه الدول أن تلعب دور، ودور، نعم، جدا مهم في مجلس الأمن أمم متحدة، وممكن أن تصدر قرارات. لكن تعرف حضرتك كل مؤسسات الدولية هي تحت سطوة الولايات المتحدة الأمريكية، من نقول مؤسسة أممية، من نقول مجتمع دولي، يعني اليد الطولة للولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد من وجهة نظري قد تكون متطرفة نوعا ما، المفروض هذه الدول الإسلامية ودول الممانعة لا تعير أهمية لقرارات المجتمع الدولي. نعم، طبعا أحبة المشاهدين، ننتقل من العراق إلى اليمن السعيد، واتصال هاتفي مع الأستاذ عبد الرحمن الأهنومي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. تسمع؟ أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا.
اهلا وسهلا. طبعا تحيه لكل اهلنا وشعبنا في اليمن السعيد على حقيقه الصور المعبره جدا تضامنا مع القضيه الفلسطينيه، وشاهدنا المسيرات والتظاهرات الكبيره اللي قام بها الشعب اليمني. استاذ عبد الرحمن، اليوم تحليلك لما يحصل حاليا في غزه. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه تحيه لكم وتحيه ايضا للشعب العراقي الذي خرج من الامس ويوم الجمعه وعبر عن موقفه المسلم الى الشعب الفلسطيني. نعم. ومؤيد ايضا للمقاومه الفلسطينيه الشجاعه في قطاع غزه. وعلى الله مستمر كل الشعوب العربيه والاسلاميه والحارس حتى عندنا تطبيق أن تظهر أن الموقف غير آمن ما في شكل عالي وعرف أقلته إن شاء الله عربية مملكة تحت البنية الفلسطينية البنية الأولى وهذا ما حصلت عنه المظاهرات. نعم. ما حصلت في قطاع غزة، نحن نشهد النظام الصحي الذي يقوم عليه الصهيوني بحق الفلسطينيين و بحق ايضا المساعدين. نعم. بشكل منعد ومركز الاطفال والنساء والمنازل والمستشفيات وغيرها من يعني استهداف مركز بجناح المدنيين، وهذا يعكس ايضا يعكس العديدة العديدة الصهيونية باتجاه الشعب المصري وباتجاه كل المسلمين، يعني هو يرد انه بالضروره ان يبادر المسلم بهذه الطريقه التي يشاهدها. وهذه المظاهرات التي تتركت لضعف وإشغال أمريكي. نعم، مع الأسف. هي تظهر لنا العواقب بين هذا الكلام الصهيوني وبين أمريكا، وإسرائيل لولا أمريكا لما كانت في إسرائيل. وذلك قال أنه لو لم تكن إسرائيل فعملنا على أنه يعني ليس إسرائيل بهذا المعنى. نعم. نعم استاذ عبد الرحمن، اذا احتاج الامر اليوم وانتم كاليمن جزء لا يتجزا من محور المقاومه وجزء مهم وكبير جدا بهذا المحور، اذا لزم الامر هل اليوم هل اليمن مستعده لارسال مقاتلين او اسلحه الى المقاومه الفلسطينيه؟ بالتاكيد وبمؤكد ان هناك مئات الالاف يتشوقون للقتال مع المقاومه الفلسطينيه ومواجهه العدو الاسرائيلي، ولهم في حق يعني شاهدنا تبث مئات الالاف من المقاتلين امام الشعب اليمني. نعم. الى الذهاب في المواجهه مع العدو الصهيوني، وهذا الموقف يعني موقف الشعب ايضا موقف لقياده والحمد لله على كل جهودنا، والله ان هناك مئات الالاف فعلا يريدون ان يذهبوا ويسالون كيف السبيل للوصول الى هناك. هذا الجانب الجانب الاخر شهر المقاومه كما تفضل السيد عبد الملك وقد اخذوا في يختلف بانه على تنفيذ كلام فيما يعني في الايواء ما يحدث في قطاع غزه وفي حال لم يمر امر و وضعت حتى قيادة محور الخطوط الحمراء إذا تم تجاهلها. نعم. فهي مهمة في التدخل والمشاركة. اليوم على أمر جنوبية ليس اليوم بعد المرامي والتشابه يعني التعبئة التجهيزات أيضا الأسلحة التصنيع العسكري يجهز وعلى طول الجنوبية يمكن في هذه المعركة. نعم، كل التحية والشكر لك الأستاذ عبد الرحمن الهنومي المحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا. نرجع مع الأستاذ حيدر رشيد. أستاذ حيدر، لدى اليوم المقاومة الفلسطينية عدد لا بأس به من الأسرى والرهائن، لماذا إلى الآن لم تستثمر هذه الورقة بشكل اليوم مكثف اتجاه اليوم الكيان الصهيوني؟ إضافة إلى سؤال آخر، يوم من الأيام قبل يعني تقريبا 2006 و2007 المقاومة الفلسطينية أسرت ضابط صهيوني جلعاد شاليط، وبوقتها يعني كانت هزة كبيرة بالكيان الصهيوني. اليوم ما تحس انه اسرائيل تقريبا اهتمامها بالمواطن الاسرائيلي او بالجندي الاسرائيلي وبالضابط الاسرائيلي قل؟
يعني هذا واضح جدا المتتبع لهذا الموضوع، يعني قيمة الفرد الصهيوني لدى المجتمع المؤقت، الكيان الصهيوني انخفض حقيقة. كان سابقا إذا تمت مثل هكذا عملية، إذا كانت باتجاه حزب الله أو إذا كانت باتجاه الفصائل المقاومة داخل فلسطين، نعم، تشوف وسائل الإعلام، المجتمعات الأوروبية، المجتمع الأمريكي، وسائل الإعلام كافة توجه البوصلة بهذا الاتجاه وتجعل فد هالة إعلامية وفد قيمة لهذا الشخص. الآن بعد هذه السنوات حقيقة انخفض هذا السعر للمغتصب الإسرائيلي حقيقة، مثل ما نشوف المصداق على هذا الكلام أنه عملية أسر وأخذ رهائن بالجملة من الكيان المغتصب. وبالمناسبة حتى بعض الضباط، أنا ممكن أعطيك هذه المعلومة، بعض الضباط الذين أسروا من قبل فصائل المقاومة، كتاب عز الدين القسام، نعم، الجناح العسكري لحماس، وفق المعلومات المتوفرة هم الآن حتى خارج المنطقة تماما، يعني خارج حتى الدول العربية، في أماكن آمنة جدا. ممكن بعض المدنيين داخل الكيان للمناورات، يعني أكو مصدر لهذه المعلومة؟ بعض المعلومات، بعض المعلومات يعني السرية تتحدث أنه يعني عملية أسر الضباط هم خارج حتى القطاع، يعني خارج حتى المنطقة العربية، يعني في مناطق آمنة جدا. هذه أوراق ضغط مهمة جدا. لكن قل لي الآن وقتها، أنا أقول لك لا، لم يأتي وقت المفاوضات حول الأسرى بعد أن تضع الحرب أوزارها. وأنا أعتقد يعني معركة التحرير راح تكون طويلة، يعني المخطط المنفذ المجهز لهذه المعركة يعلم ويعي جيدا تداعياته وكيف يتصرف وأمد المعركة وتوقيتات المعركة جدا مهمة. يعني واحدة من أهم نقاط القوة، من يختار الحرب ومن يختار إيقاف الحرب؟ إذا تلاحظ حضرتك من بدأ بالقتال، يعني التوقيتات كانت المبادرة وزمام المبادرة بيد المقاومة الفلسطينية حقيقة، وهي من تنهي القتال. اللعبة الآن الكيان المغتصب يحاول جليا وبكل ما استطاع من قوة أن يسحب كتائب حزب الله أو جبهة الجولان بهذه المعركة، لكن الكيان المغتصب هو من يريد أن يختار هذه التوقيتات للمعركة. المقاومة اليوم باتت أذكى بكثير بكثير من الكيان المغتصب، هي من تريد أن تفرض هذه التوقيتات، وهي من تريد أن تختار التوقيت المناسب للهجوم. ممكن أن تتدخل وممكن أن لا تتدخل حقيقة، لكن بالنتيجة إذا تم اجتياح قطاع غزة راح يكون هناك كلام آخر، وممكن أن تتغير قواعد الاشتباك تماما حقيقة، ومفاجآت كثيرة ظفر. نعم أستاذ حيدر، فرضا لو استمرت الحرب هذه عدة أيام، وصلت إلى عدة أسبوع، هل اليوم قدرة للكيان الصهيوني على حرب استنزاف؟ هل لديه النفس الطويل؟ أنا لا أعتقد هناك قدرة وقدرة تحمل يعني طول أمد المعركة، يعني لا المجتمع المغتصب داخل فلسطين يتحمل هذا الموضوع، أنا أقصد المجتمع الصهيوني، يعني لا تعرف حضرتك كل وسائل الإعلام ده تنقل أنه هؤلاء المغتصبين بدأوا يفرون بالجملة من المطارات، وكل واحد عند جوازين، جواز للكيان وجواز لدولة أخرى، قد تكون فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، نعم، وما إلى ذلك من دول. هو لا يستطيع أن يصمد 3 أشهر أو 6 أشهر. مع العلم هناك تصريحات من قبل المقاومة الفلسطينية، نحن عدينا العدة لطول أمد هذه المعركة، ممكن أن تكون من 3 إلى 6 أشهر. سيأتي سائل ويسأل، معقولة يعني قطاع غزة هذا المحاصر بالسياج وبالبحر وما عنده مجال فقط يعبر من مصر؟ طبعا عنده القدرة، القدرة كبيرة، قدرات المقاومة كبيرة، لكن ما تعلن حقيقة، الذي يعلن هو الفعل على الأرض. فأنا أعتقد جواب سؤالك الكريم أنه الكيان المغتصب ما من الممكن
أن يصمد أمام طول أمد هذه المعركة، بل من تحت الطاولة هو يسعى جاهدا للضغط على الدول العربية أن يتوسطون لحل هذه الأزمة. الآن هو في محنة، ومحنة كبيرة جدا، ومستوى الرعب الحاصل لدى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية داخل الكيان المغتصب بدأت تتسرب إلى الإعلام. الكثير من الجنود والضباط داخل المؤسسة العسكرية هم يعصون الأوامر، الآن يعصون الأوامر، ما يقبلون يقاتلون، يقول لي احنا ما نقدر نقاتل، يعني الى متى نحن لا نشعر بالامان داخل هذه الدوله المزعومه بين قوسين؟ نعم، الكيان المختصر. استاذ حيدر، منذ بدايه الازمه الى اليوم شاهدنا تحركات دبلوماسيه كبيره. اذا نبدا بالتحركات لوزير الخارجيه الايراني اللي تنقل بعدد من العواصم العربيه والقريبه من القضيه، وايضا شاهدنا تحركات بالمقابل من وزير الخارجيه الامريكي اللي تنقل ايضا بين عواصم عربية، وأيضا زار الكيان الصهيوني. هل هذا اليوم تأكيد رسمي أن الجمهورية الإسلامية في إيران وأمريكا هم اللاعبان الأساسيان والمؤثران الأكبر بالقضية الفلسطينية وبالصراع العربي الصهيوني؟ يعني هذا الموضوع إيراد يعني حقيقة هو صعب تفكيكه، لكن نتحدث بعموميات، ما ندخل بالجزئيات الأكثر تعقيدا باعتبار نحتاج أكثر من حلقة وأكثر من محور في هذا الموضوع. واضح جدا الولايات المتحدة الأمريكية وتعلن أمام التلفزيون، أمام المؤسسات الأمنية العسكرية الإعلامية السياسية، هي داعمة وداعمة بشدة وتساند وتعاضد الكيان المغتصب، ما عندها مشكلة بهذا الموضوع. وين ما تروح هي تتحدث بهذا النفس. كذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تساند وتعاضد وتعاون وتدرب وتجهز، وهذا الموضوع جدا مفهوم لدى القاصي والداني. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترعى جميع المقاومين ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهي غير خائفة حقيقة، وتمتلك الشجاعة بهذا القول وبهذا التصريح. المشكلة الأكبر أنه بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الكيان المغتصب، يعني القضية قضية مبدئية وقضية حقية، يعني المواطن الفلسطيني اليوم يشعر بغبن حقيقي من قبل الدول العربية. يا أخي هذه أرضي اغتصبت في 1948 على مرأة ومسمع من جميع الدول، يا أخي ليش ما تساندني؟ ليش ما أستاذ حيدر، أستاذ حيدر، تفكر أنه اليوم السكوت من الدول المطبعة العربية بالأنظمة العربية أنه هو حتى يوسطون الفلسطيني بحل إقامة الدولتين، أنه اللي هو المقاومة الفلسطيني رافض هذا الموضوع، أن فلسطين من البحر إلى النهر، أنه يريدون أن يفرضون عليهم وأنه يعني يوصلون إلى مرحلة الاستسلام بالموافقة على حل الدولتين على حدود 67. كل بل جميع قوى المقاومة داخل فلسطين لا تقبل بهذا الموضوع، ولكن أكو جزء مهم جدا ويمثل أنه فتح عن السلطة الفلسطينية، عن السلطة الفلسطينية. نعم. السلطة الفلسطينية إذا ما قورنت بالأغلبية لدى المقاومين ولدى المجتمع الفلسطيني، أنا أعتقد فكان تكون ضعيفة أو قليلة يعني بهذا الرأي. المجتمع الفلسطيني، ترى المجتمع الفلسطيني مو فقط داخل الأراضي الفلسطينية، تعرف حضرتك أن المجتمع الفلسطيني هجر، منهم من أتى إلى العراق، منهم من ذهب إلى الكويت، ومنهم من ذهب خارج البلاد العربية. يعني هذا ترى كله مجتمع فلسطيني، يعني لا ننظر للمجتمع الفلسطيني وفقط ضمن هذه الرقعة الجغرافية. مهجرين خارج فلسطين، مهجرين أكثر، فنتحدث عن المجتمع الفلسطيني برمته حقيقة. هذا رافض جدا لهذا الموضوع. فلسطين ضمن الحدود الحقيقية، أما أن تأتي وتجزئ وحل الدولتين وهذه الآراء من هنا وهناك، أنا أعتقد حتى مواقف الدول العربية لو سلمنا جدلا أنه حل الدولتين، هسه صار لنا سنين بل عقود نتحدث عن هذا الموضوع. نعم. وين المصداقية بهذا الموضوع؟ ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية حتى تفرض هذا الموضوع وحل الدولتين؟ نعم أستاذ حيدر، المؤامرات للأسف مستمرة. طبعا كل التحية والشكر لك أستاذ حيدر الرشيد المحلل السياسي، وتحية أيضا وشكر عبر السكايب اللي كان ضيفنا إسماعيل مسلماني الناشط السياسي من فلسطين، وأيضا التحية والشكر عبر الهاتف اللي كان معانا الأستاذ عبد الرحمن
الهنومي المحلل السياسي من اليمن. طبعا قبل الختام، في بداية الألفية الجديدة أيضا كان هناك قوة وعنف صهيون اتجاه الفلسطينيين، وإذا تتذكرون حادثة استشهاد محمد الدرة، الطفل محمد الدرة اللي سوت غضب عربي، وحقيقة يعني حتى المدرسة اللي كانت قريبة من بيتنا تحولت اسمها إلى مدرسة محمد الدرة، وبوقتها الفنانين العرب اجتمعوا في القاهرة وسووا أوبريت الحلم العربي أجيال وراء أجيال وهذه الأمور. ولكن للأسف وبوقتها انتقدنا، أنا كنت يعني طفل، ولكن الإعلام أهلي الكبار بالسن انتقدوا وقالوا معقول الرد العربي يكون عن طريق أوبريت فقط؟ ولكن وصلنا إلى مرحلة حتى الفنانين بدأوا يخافون يسوون أوبريت أغنية قصيدة بسبب اليوم تخاذل الأنظمة العربية. فالأعراب أشد كفرا ونفاقا، صدق الله العلي العظيم. أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي هذه التغطية، نلتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.